حسياح ترسوهي صلالي ترسوهي ترس يطرح الله فيكم البركة ويخليكم الله شافعين نافعين لهذا البلد. الله العظيم سؤال بيراودني من زمان، في ذمتك هذا اللي بيخمس بالسيارة في الشارع، ايش الشعور الحلو في الموضوع؟ تخمس، ايش الحلاوة؟ بس هاي الحلاوة ممكن ان شاء الله اشوف القبر، واو قبر واو، شقيع الأقرع واو قبر واو، هذه متعة؟ متعة ولا أنت ما فيك عقل ولا فيك صرف؟ حد صارفك؟ عند السد اللي في صحنوت العوائل والناس بيعطوه رن بيب وقف بيدعمهم ما متخبى. يا برنا رجعت الحياة تبش العاد قادر تبطي نفر ركد يطلع طاقته السلبية. الله يقتل الناس وهو يطلع طاقته السلبية. أقسم لكم بالله قد كان دعمني ورب البيت قد كان دعمني. يعني أنا أموت أدخل قبر هو الله طلعت الطاقة السلبية الحين ارتحت. ها تعرف إيش اللي بيطلع طاقته السلبية؟ واحد خيزران يابس بيفلط مطي بيفلط الغراء لما هسه بشبون شبون هذيك الساعة بتطلع طاقته السلبية دلع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.